لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. حسم فريق الوداد قراره بالاستعانة بطائرة خاصة للسفر إلى أنغولا يوم الأربعاء القادم، وذلك لمواجهة نادي بترو أتلتيكو الأنغولي يوم السبت القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث أكد مصدر ودادي مسؤول بأن تأخر فريق الوداد في حصوله على تأشيرة البرتغال من أجل السفر إلى أنغولا دفعت به إلى اتخاذ قراره بالسفر عبر طائرة خاصة، كما أن الجامعة الملكية المغربية قدمت لفريق الوداد 80 مليون سنتيم لمساعدته على التنقل والإقامة بأنغولا، وسيساعد السفر عبر طائرة خاصة لاعبي فريق الوداد في تفادي إرهاقهم، حيث أن فريق الوداد سيخوض مقابلة أخرى بعد عودته من أنغولا في الجولة 18 من الدوري المغربي عندما يستضيف نادي حسنية أكادير، ويشار إلى أن فريق الوداد استهل مشواره في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بانتصار كبير على نادي ساغرادا إسبرانسا الأنغولي، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات على أرضية مركب محمد الخامس. دخل المدافع أيوب العملود المرحلة الثانية من العلاج والتأهيل، حيث يخوض تدريبات انفرادية وفق برنامج محدد، والذي يسبق المرحلة الأخيرة من التدريبات مع زملائه بالفريق ولمس الكرة، وكان قد تعرض المدافع أيوب العملود لإصابة على مستوى الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي في البطولة العربية، حيث أجرى على إثرها عملية جراحية كللت بالنجاح، ويسابق المدافع أيوب العملود الزمان للعودة إلى المنافسة من جديد، وذلك حتى يكون جاهزا مع فريق الوداد في المباريات القادمة بالدوري المغربي ومسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث أكد المدرب وليد ركراكي أنه يتمنى أن يكون المدافع أيوب العملود جاهزا في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك ضد نادي بترو أتلتيكو الأنغولي يوم السبت القادم. ويعتبر المدافع أيوب العملود من الركائز الأساسية داخل تشكيلة فريق الوداد، حيث أن غيابه أثر بشكل كبير في الجهة اليمنى للفريق الأحمر. تمكن نادي مولودية سوجدة من كسبه لنزاعه مع فريق الوداد، وذلك بخصوص تأهيل لاعبه سفيان كركاش بعدما صادقت الجامعة الملكية المغربية على الطلب الذي تقدم به نادي مولودية سوجدة، حيث بات اللاعب سفيان كركاش جاهزا للمشاركة مع فريقه الجديد نادي مولودية سوجدة، وذلك بعدما تعاقد معه في الميركاتو الشتوي الأخير قادما إليه من فريق الوداد. وكان فريق الوداد قد وجه تحذيرا لنادي مولودية سوجدة لعدم إشراكه للاعب سفيان كركاش، وذلك إلى حين أن تحسم غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية قرارها النهائي. وكان قد فسخ اللاعب سفيان كركاش عقده مع فريق الوداد من جانب واحد، وذلك لعدم توصله بمستحقاته المالية العالقة بذمة الفريق الأحمر، وذلك من خلال شكاية تقدم بها إلى الجامعة الملكية المغربية. يعول فريق الوداد على إتمامه لصفقتي انتقال المدافع أشرف داري ويحيى عطية الله للدوري الأوروبي في الصيف القادم، وذلك حتى يتمكن من رفعه لعقوبة الاتحاد الدولي الفيفا والمتمثلة في منعه من التعاقدات الوطنية والدولية، وذلك من خلال دفعه لمستحقات كل من المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا والمهاجم الليبيري ويليام شيبور، بالإضافة للمهاجم الأوغندي جويل ماضوندو والبالغ قيمتها 870 مليون سنتيم، حيث أكد مصدر وداد مسؤول بأن فريق الوداد توصل بعرض رسمي من نادي بوردو الفرنسي للاستفادة من خدمة المدافع أشرف داري مقابل 1 مليار و800 مليون سنتيم، إلى جانب 900 مليون سنتيم لانتقال مدافعه يحيى عطية الله إلى نادي بودوغليمس النرويجي في الصيف القادم، كما أوضح بأن فريق الوداد سيكون مطالب بدفعه لواحد مليار سنتيم للمدرب الفرنسي ريني جيرارد وطاقمه المساعد، لذلك فإن قيمة انتقال أشرف داري ويحيى عطية الله من شأنها أن تغطي مجموع العقوبات المفروضة على فريق الوداد من الاتحاد الدولي الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس. سيحصل فريق الوداد على 1 مليار سنتيم مقابل مشاركته بدوري السوبر الأفريقي الذي سينطلق في العام القادم، ويطمح الاتحاد الأفريقي الكاف بالتنسيق مع الاتحاد الدولي الفيفا لدعم الأندية الأفريقية الكبيرة، وذلك لضمانه نجاح دوري السوبر الأفريقي الجديد.
حيث قرر الاتحاد الأفريقي الكاف تخصيص 1 مليار سنتيم لكل فريق مقابل المشاركة بدوري السوبر الأفريقي، وذلك من أجل مساعدة الأندية على التعاقد مع لاعبين مميزين من أجل ضمانه نجاح المسابقة الجديدة لتعويضه دوري أبطال أفريقيا. ويشارك بدوري السوبر الأفريقي 24 فريقاً، والتي سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، كل واحدة منها تضم 8 أندية، على أن تتأهل الخمسة الأولى إلى الدور الثاني إلى جانب أحسن فريق يتمركز في الصف السادس. وجه المدرب وليد الركراكي رسالة عاجلة للجامعة الملكية المغربية والسلطات الرسمية، حيث يطالب من خلالها السماح للجماهير بالعودة إلى المدرجات، كما تحدث عن أهمية الجماهير الودادية بعد نهاية المقابلة التي جمعت بين فريق الوداد ونادي ساغرادا إسبرانسا الأنغولي، حيث أضاف أن استبعاد الجماهير ليس في مصلحة الأندية الوطنية التي تنافس في المسابقة القارية. كما طالب المدرب وليد الركراكي السلطات المغربية بمراجعة قرارها من أجل السماح للجماهير لحضور المباريات، وذلك في الدوري المغربي ومسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث اقترح حضور 30% من الطاقة الاستيعابية للملاعب. قرر سعيد النصيري الزيادة من قيمة المنحة المخصصة للاعبين للتأهل إلى الدور الربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث أكد مصدر وداد مسؤول بأن سعيد النصيري وعد اللاعبين بمنحة مالية تصل قيمتها ل4 ملايين سنتيم، وذلك لتخطي دور المجموعات وبالتالي التأهل إلى الدور الربع النهائي للمرة الثامنة على التوالي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. كما أوضح بأن سعيد النصيري يرغب في تحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية بعد فشله في التعاقد مع لاعبين جدد بالميركاتو الشتوي، وذلك بعد منعه من التعاقدات من طرف الاتحاد الدولي الفيفا. ويذكر بأن فريق الوداد يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من فريق الزمالك المصري ونادي ساغرادا إسبرانسا بالإضافة لبيترو أتليتيكو الأنغولي. خصص سعيد النصيري منحة مهمة للمدرب وليد الركراكي لقيادة فريق الوداد إلى تخطي دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية، حيث أكد مصدر وداد مسؤول بأن المدرب وليد الركراكي سيحصل على 20 مليون سنتيم لقيادة فريق الوداد إلى الدور الربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة 7 على التوالي. كما سيحصل المدرب وليد الركراكي على 100 مليون سنتيم في حال قيادة فريق الوداد إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.